صباح الخير من انتي في الايف للمشاهدين بلبنان بمختلف انحاء العالم. احد مبارك متمني اكيد للجميع وفطر سعيد لكل المسلمين بالعالم، وطبعا كل الحظ لكل مشجعي الفرق بالمونديال. اجواء كثير حلوه عم نشهدها بالعالم كله، اجواء عيد واجواء مونديال وحماس. بتامل انه الحماس يبقى على قد الموضوع، يعني ما يكثر اكثر بكثير من هيك. اوقات فعلا يعني بنعلى كثير بالنبره، ما بتعود قصه مباريات، فخلينا نكون مبسوطين بالمباريات يلي عم بتصير. بس على كل حال غريب هالتعاطف مع اللعبه، مع كره القدم بالتحديد، يلي بيصير على مستوى كثير عالي، حتى بيصير يعني الشغله شخصيه، وبيصير اي فريق يكون عم نشجعه ويكون عم يخسر او عم يتلقى اي ضربه هيك مش كثير حلوه بتكون كثير مأثره فينا ومؤذيه لالنا. ما بهم، على كل حال الاجواء حلوه بكل المناطق بلبنان، بكل الاماكن السهر والمطاعم الاجواء كثير حلوه. بتامل انه نكون عم نمضيها بدون نشته، لانه فعلا هالفتره كل النشاطات هي بالخارج outdoors، ولكن الشتاء عم ينزل ويرجع يطلع مثل ما بيقولوا على اللبناني، مش عم يوصل على الارض لهلا. المهرجانات كمان بلبنان وبالمناطق كلها بلشت، مهرجانات على مستوى كثير عالي، فرق عالميه وفرق لبنانيه وفنانين لبنانيين وفنانين عالميين. اجواء كثير حلوه، نتمنى كل الخير للجميع بهالعيد المبارك، ونتمنى كل الحظ كمان للجميع بكل نشاطاتهم. نحن مواضيعنا عديدة لليوم الأحد بـ MTV Live، رح نكون نحن وياكم مباشرة مع كل الزملاء يلي رح يرفقونا خلال هالحلقة. لحظات ومنكون مع أوتو فوكس.